بالطبع هذه الرؤية مروج تنبع من الثوابت المصرية تجاه السودان الذي يرتبط بمصر بعلاقات استراتيجية وثيقة. بالطبع هذه الرؤية تتعلق بأمن واستقرار السودان الذي تعتبره مصر جزء من أمنها واستقرارها، ولذا دعا بيان الخارجية المصرية اليوم كافة الأطراف السودانية إلى التوافق الوطني وضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعامل مع التحديات هنا بما يضمن سلامة السودان. كان هناك أيضا اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصرية سامح شكري والمبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي استعرض مع شكري نتائج زيارته إلى السودان ومباحثاته مع المسؤولين وأطراف الأزمة السودانية. وفي هذا الاتصال أكد شكري على ضرورة حفظ أمن واستقرار السودان في هذه الأزمة والمرحلة الفارقة التي يمر بها السودان. الجامعة العربية أيضا بدورها كان لها موقف في هذه التطورات السريعة والمتلاحقة. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عبر عن قلقه إزاء هذه التطورات الراهنة، ودعا كافة الأطراف في السودان إلى الالتزام بما تم التوافق عليه من خطوات تتعلق بمسار المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها بالطبع الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 وكذلك اتفاق جوبا للسلام في 2020، مع الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تهديد أمن واستقرار السودان.